انضم لي السيد اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه. اهلا وسهلا بك يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء النور. اجراءات كتير عملناها في الفتره اللي فاتت علشان نقدر نرجع حتى حركه الطيران والسياحه اللي نقدر نقول ان هي اتضربت في مقتل في الفتره اللي فاتت. بعيدا عن امور اللي بنقول عليها مؤامرات خارجيه واصطياد في الماء العكر، نقدر نقول نقوم بايه بالفعل علشان نرجع السياحه، مش الروسيه، خلي الروسيه على جنب لان في وفود بين البلدين، السياحه الاخرى. بص يا فندم، احنا لازم ما نقعدش نستنى السياحه الروسيه لما تيجي. احنا من اول حادثه الطياره اللي بالظبط في 31 اكتوبر، بعدها باسبوع حضرتك عارف ان في دول كتير او دولتين بقى او ثلاثه ابتدوا يعملوا حظر كامل على السفر، ودخلنا في موضوع انحصار لحركه السياحه. في وفود كتير جات، وفود امنيه وفود طاقات المطارات وامن المطارات والشركات القائمه على المطارات وسلامه المقصد السياحي المصري، اللي احنا كلنا مقتنعين تماما ان هو امن بنسبه 100%، والموضوع مش موضوع سلامه مطار او حاجه زي كده. احنا كوزاره السياحه شغالين على محاور بديله، واعتقد انها الى حد ما بتدينا بعض النتائج الايجابيه. اول محور كان المحور السوق العربي، والحمد لله عندنا مؤشرات جيده جدا جدا متفائلين بيها جدا. شهر 7 و8 بدينا يمكن ضعف العدد اللي كان بيجي لنا، ربما تقترب السياحه اللي جات لنا في الشهر ده من عدد السياحه اللي كانت بتيجي من روسيا من السوق العربي. جميل. فده سوق مهم جدا. جميل. بنشتغل على كمان دول المغرب العربي، الجزائر، وبنشتغل على تونس، بنشتغل على المغرب، والحمد لله برضه دي السياحه وافده بتيجي من عندهم كتير. بنشتغل على دول اوروبا الشرقيه، اوروبا الشرقيه دلوقتي مهتمه وما عندهاش نفس التحفظات اللي موجوده، فبقول لك هولندا بتدينا نتائج كويسه، التشيك بيدونا نتائج كويسه، اوكرانيا بتدينا نتائج كويسه، جورجيا بتدينا نتائج كويسه، فتعالى ما نقعدش ننتظر كتير في السياحه الروسيه. احنا بنعمل موجود امبارح نسوق لنفسنا بالفعل الاول وبعد كده ما ننتظرش السياحه الروسيه. لا مش هننتظر. طيب. فانا اهلا وسهلا مرحب بيهم، احنا ما بنقولش ان هو مش طبعا بيهم. طبعا موجودين يا فندم، لكن وفد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ونتفقد المطارات وتطلب مطالب ننفذها، تطلع مطالب ثانيه مغالاه فيها، كانوا عايزين قاعات لوحدهم يعني. دعنا يا فندم وقت ما تيجي السياحه الروسيه مرحب بيها على عينينا من فوق وعلى دماغنا من فوق، لكن لابد ان احنا ندور على اسواق رئيسيه جديده، واعتقد ان احنا ابتدينا يعني. طيب خلينا في النقطه دي يا سياده اللواء. اتفضل. يعني ايه في الفتره اللي فاتت دي كلها، او بلاش يعني ايه، الفتره اللي فاتت دي كلها كانت الشركات المسؤوله عن ايجاد او التسويق لينا وجذب السياح لمصر كانت شركات تركيه. فلما حصل الخلاف طبعا وحصل اللي حصل، الشركات دي كلها ودت السياح لتركيا. فين الشركة المصرية اللي كنتوا بتتكلموا عليها من كام شهر، إنشاء شركة مصرية تقدر تجذب وتسوق للسياحة المصرية في الخارج وتقدر تجيب لنا السياح؟ فين ده على أرض الواقع؟ لا بص حضرتك، هو السوق الروسي كان له طبيعة خاصة، أنت عارف إن الأتراك هم تقريبا هم المتحكمين في الأوبريتور، هو المتحكم الرئيسي كان في حركة السياحة من السوق الروسي لمصر. وبعد كان في بعض التوترات ما بين تركيا وروسيا، وابتدينا إحنا يعني نواجه رجال الأعمال المصريين إن هم يبتدوا يشتروا الشركات دي، لكن الحقيقه برضه ما كانش يعني التواجد ما جابش النتائج اللي احنا عايزينها، بحيث ان يبقى التور اوبريتور بتاعنا اللي موجود في روسيا ما يبقاش هو الجانب الاخر اللي هو عامل لنا بعض يعني بعض المشاكل، بحيث ان هو بيقفل علينا شويه من هناك. لكن احنا ما نجحناش. لوجيك يا فندم ان هو يقفل عليك يعني بلده يعني مصلحه بلده. انا بقول لحضرتك احنا ما نجحناش، القطاع الخاص المصري ما كانش، ربما يكون هناك بعض المعوقات في الاستثمار في السوق الروسي، ربما ان بعض الشركاء الروس نفسهم اشتروا حصص اكبر، فاصبحت الشركات دي الى حد كبير جدا الجانب الروسي هو اللي بيشتري فيها اكتر. فاحنا انا بعترف لك ان احنا ما نجحناش ان احنا نحل محل الاخوه الاتراك في السوق الروسي، لكن انا بقول لحضرتك احنا بنشتغل على اسواق بديله وربنا يسهل. طيب. بتجيب معانا احنا ما نجحناش ان احنا نحل محلهم في الشركات الكبيره دي، فين بقى الشركه الوطنيه اللي اتكلمتوا عليها بخصوص انشائها الفتره اللي فاتت من كام شهر؟ انشات ولا لا كان كلام على الورق؟ احنا كان الكلام يا فندم على شركه لتامين المطارات، شركه وطنيه لتامين المطارات. لا يا فندم، كان كلام على شركه للتسويق ولجذب السياحه من الخارج. انا ما صراحه ما يعني ما عنديش فكره عن الموضوع. وزير السياحه بنفسه يا فندم كان بيتكلم على الجزئيه دي. لا، جزئيه ان في شركه تسوق انشاء شركه وطنيه هي اللي تكون مسؤوله عن جذب السياحه من الخارج. لا انا يعني انا يعني معلوماتي عن الموضوع ده مش وافيه يعني، فما اقدرش اتكلم فيه. طيب سياده اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه، جزيل الشكر يا فندم.